بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لم نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العصر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. رواه البخاري. أما بعد، كمسلمين جماعة صلاة العشاء dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah rabbil alamin kita masih diberi kesehatan,